مشاهدينا نحييكم ونقدم لكم أخبار الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، ومن أهم عناوين هذه النشرة: وزارة الصحة تسجل 48 إصابة بمرض الحمى المالطية بالسلطنة، وجهود حكومية مشتركة حول التقصي الوبائي للمرض. أكثر من 42 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الرسوم العقارية في السلطنة بنهاية النصف الأول من العام الحالي. تأكيدا لأهميته الإقليمية، ميناء صلالة يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني وأصدق التمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلا الله تعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق للشعب المغربي الشقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. سجلت وزارة الصحة عددا من حالات الإصابة بمرض الحمى المالطية في السلطنة، وتقوم كل من وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود مشتركة حول التقصي الوبائي والبحث عن مصدر المرض. البروسيلا بأنه من الأمراض البكتيرية عالمية الانتشار والتي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء، وتستمر أعراضها في الإنسان بين عدة أيام وقد تطول لأشهر، حيث تتأهب وزارة الصحة والجهات ذات الصلة لمجابهة هذا المرض والتصدي له. المرض يحدث نتيجة انتقال بكتيريا البروسيلا المسببة للمرض من الحيوان المصاب كالأبقار والإبل والأغنام إلى الإنسان. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن السلطنة سجلت خلال العقود الماضية عددا من الحالات المصابة بهذا المرض، كان مجملها في محافظة ظفار، ولا تزال هذه الحالات المرضية في ازدياد، وفي الآونة الأخيرة شهدت محافظة الباطنة تفشيا لهذا المرض، وتم على إثر ذلك تأكيد إصابة 48 شخصا. وقد تتمثل أعراض هذا المرض في الحمى، التعرق، آلام المفاصل والعضلات وآلام الظهر والصداع الشديد. وتشير الدراسات أن بكتيريا البروسيلا تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق تناول المنتجات الحيوانية غير مطهية جيدا مثل اللحوم، أو عن طريق تناول الألبان الغير مغلية أو مبسترة، وكذلك قد تنتقل عن طريق الهواء أو عن طريق الاتصال المباشر بالحيوان المصاب. وكما يقال الوقاية خير من قنطار علاج، فيجب اتباع الخطوات الآتية: غلي الحليب أو بسترته قبل الشرب، تجنب أكل المنتجات الألبان الغير مبسترة أو مجهولة المصدر، تجنب أكل اللحوم النيئة أو شبه النيئة، استخدام وسائل الوقاية عند التعامل مع الحيوانات، الحرص على النظافة الشخصية، التوجه لأقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج المناسب عند ظهور الأعراض، التأكد من أخذ العلاج بالطريقة الصحيحة حسب ما يقرره الطبيب المعالج. سلمنا الله وإياكم من كل شر. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إدريس العبيداني مدير دائرة الأمراض المعدية بوزارة الصحة. أهلا بك دكتور. بداية نريد منك تعريف مبسط للحمى المالطية. نعم، الحمى المالطية ويطلق عليها مرض البروسيلا أيضا أو الحمى المتموجة، هي حمى البحر المتوسط أيضا يطلق عليها، وهي أحد الأمراض البكتيرية المعدية، وهي ناتجة بين الإنسان والحيوان، وتعتبر من الأمراض المشتركة. وطبعا هي تحصل نتيجة انتقال بكتيريا البروسيلا المسببة للمرض من الحيوان المصاب كالأبقار والإبل والأغنام والماعز إلى الإنسان. نعم دكتور، ذكر في التقرير وأنت أيضا وضحت أن المرض ينتقل من مواشي للإنسان، هل ينتقل أيضا المرض من الإنسان للإنسان ومن الإنسان عبر الغذاء وكيف؟
نعم، طبعا هذا المرض ينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق الاتصال المباشر بالحيوان المصاب، عن طريق الجروح أو الجلد أو الأغشية المخاطية أو السوائل المختلفة، أو أثناء المشاركة مع الحيوان في عمليات إجهاض أو الحيوان، أو حتى عن طريق استنشاق البكتيريا الموجودة أثناء التعامل مع الحيوان. لا ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، وينتقل عن طريق الطعام، وخاصة الأجبان الخامة الغير مبثرة ممكن ينتقل إليها، أو عن اللحوم، أو عن طريق اللحوم الغير مطهوة أو النية أو الشبه نية. فبالتالي وجب يعني الوقاية، من أساليب الوقاية هي بسترة وغلي الحليب والأجبان ومشتقاته، وطبخ اللحوم طبخا جيدا. عدد حالات الإصابة بالمرض حتى الآن 48 حالة، والعدد في ازدياد. هل سجلت أي حالات وفاة؟ وأيضا أين تتركز هذه الحالات وكيف يتم التعامل معها؟ نعم، طبعا المرض هو موجود من عدة سنوات، وكان ومتمركز بجنوب السلطنة، وتوجد حالات سجلت وما زالت تسجل، ولكن هذه المرة في هذه الآونة شهدت محافظة شمال الباطنة تفشي لهذا المرض، ونتجت عنه 48 حالة مرضية في شمال الباطنة. ولكن عموما هي الحالات التي سجلت وانتشرت كانت متمركزة في محافظة ظفار في العقود المنصرمة. هل يؤدي هذا المرض أو الإصابة بهذا المرض إلى الوفاة؟ طبعا المرض هو المرض تتراوح فترة حضانته من 2 إلى 4 أسابيع، وبالتالي هي يوجد له أعراض، والأعراض مثل ما ذكرنا أكثر من 90% من الأعراض هي أعراض حمى، وقد تكون أعراض غير يعني ما توجد أعراض يعني تؤدي قطعا شكا يقينا بالمرض، يعني توجد فحوصات هي التي تؤدي لتأكيد بالمرض، ولكن هو المرض يعني المرض أعراضه تمتد من حمى، واللي هي الغالبية من المصابين يكون عندهم هذه الحمى، وأيضا آلام في المفاصل والعضلات وإلى آخره. ما هي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية لمواجهة هذا المرض؟ نعم، طبعا هي قامت كل من وزارة الصحة والجهات ذات الصلة كوزارة الزراعة والثروة السمكية، وأيضا وزارة البلديات الإقليمية والجهات الأخرى المعنية أيضا، بعمل التقصي الوبائي ومعرفة أسباب المرض والطرق، وأيضا قامت بجهود حول الوقاية من هذا المرض. طيب دكتور، ما الذي تنصحون به في حال الاشتباه بإصابة بهذا المرض وكذلك للوقاية منه بشكل كامل؟ نعم، هي طرق الوقاية من الحمى المالطية هي غلي الحليب أو بثرته قبل الشرب، تجنب أكل منتجات الألبان الغير مبثرة أو الخامة أو مجهولة المصدر، طبعا تجنب أكل اللحوم النية أو شبه النية، والحرص على طهوية جيدا، ومثل ما أنت ذكرتي فهو حيواني المصدر، فيجب الوقاية والحرص عندما التعامل مع الحيوانات مباشرة، مثل استخدام وسائل الوقاية عند التعامل مع الحيوانات، مثل ارتداء القفازات الطويلة والنظارات والملابس الواقية، وأيضا عن طريق الغذاء كما ذكرت سلفا، اللي هي البسترة وغلي الألبان واللحوم وطهيها جيدا، وأيضا الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين جيدا عند التعامل مع هذه الحيوانات. وايضا مثل ما ذكرت انا سلفا انه الاعراض هي ليست اعراض يعني مباشره، ولكن توجد حمى وقد تمتد والى اخره، والام في المفاصل، والمرض هذا مزمن، يعني ممكن الاعراض تستمر ثم تختفي، واذا ما الشخص ذهب الى الطبيب للعلاج تظهر معه الاعراض مره اخرى وقد لا يصاحبه الحمى. فبالتالي وجب التوجه لاي مؤسسه صحيه لتلقي العلاج المناسب عند ظهور هذه الاعراض. دكتور، وايضا عند العلاج ياخذ العلاج يعني
باستمرارية وبمدة الكافية حسب ما يقرره طبيب المعالج. دكتور إدريس العبيداني مدير دائرة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، شكرا لك على هذه المعلومات. حسن، بلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 42 مليون ريال عماني بحسب إحصائية لوزارة الإسكان. كما أشارت الإحصائية إلى تسجيل أكثر من 32 ألف قطعة أرض جديدة في الفترة ذاتها. بلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 42 مليون ريال عماني بحسب إحصائية لوزارة الإسكان. كما أشارت الإحصائية إلى تسجيل أكثر من 32 ألف قطعة أرض جديدة في الفترة ذاتها. أكثر من 42 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الرسوم العقارية في السلطنة بنهاية النصف الأول من العام الحالي في إحصائية أصدرتها وزارة الإسكان. الإحصائية أشارت إلى إصدار أكثر من 1038 ملكية وتسجيل نحو 32 ألف قطعة أرض جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتجاوزت قيمة العقود المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالي 6 مليارات ريال عماني. كما تخطى إجمالي أعمال النشاط العقاري 214 ألف ريال عماني، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة للتأشيرات. محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى في تصرفات البيع مقارنة ببقية محافظات السلطنة، حيث تجاوزت تصرفات البيع فيها 86 ألف تصرف بيع خلال النصف الأول من العام الحالي. وجاءت محافظة جنوب الباطنة ثانيا ب 75 ألفا و43 تصرف بيع، تلتها محافظة مسقط بأكثر من 69 تصرف بيع، بينما سجلت محافظة مسقط النسبة الأعلى في تصرفات الرهن مقارنة ببقية محافظات السلطنة، مسجلة أكثر من 38 ألف تصرف خلال النصف الأول من العام الجاري. إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 995 سند ملكية، حيث جاء مواطن دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 449 متملكا، كما جاء مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا ب 439 متملكا، حيث تركز تملك الملكيات للخليجيين في محافظة شمال الباطنة بنسبة 30.5% بعدد يقدر ب 303 متملكين. نواصل تقديم نشرة الأخبار من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. برنامج المستكشف الناشئ بجامعة السلطان قابوس ارتقاء بمهارات المجيدين من طلبة المدارس. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام.
أهلا بكم من جديد. استقبل ميناء صلالة أكبر سفينة للحاويات في العالم. دخلت السفينة العملاقة الخدمة عام 2015، ويبلغ طولها الإجمالي قرابة 400 متر بسعة 19 حاوية. وبدخول هذه السفينة لميناء صلالة تتأكد أهمية الميناء كميناء محوري وإقليمي لإعادة الشحن على بحر العرب، كما يعد أحد الموانئ العالمية المعدودة التي لديها الإمكانيات والقدرة على التعامل مع السفن الكبيرة. وقد جهز ميناء صلالة لاستقبال مثل هذا النوع من السفن، إضافة إلى أنه يحتل موقعا استراتيجيا على ممرات التجارة العالمية. وسط اقبال كبير من المهتمين بصناعة العسل العماني، افتتح مهرجان العسل العماني السادس، والذي يعرض فيه النحالون مختلف أصناف العسل العماني، ويشارك فيه نحالون من مختلف ولايات محافظات السلطنة. تسويق وإبراز التطورات في صناعة العسل العماني وإتاح فرصة للمهتمين للاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في تربية نحل العسل أبرز أهداف مهرجان العسل العماني. هذا النشاط يشهد زيادات كبيرة جدا، نمو غير متوقع. أعداد النحالين وصل إلى حوالي 4500، مما يدل على اهتمام هذه الشريحة السكانية بهذا النشاط. تحدث عن حوالي 500 طن من إنتاج من العسل، ومعروف العسل العماني من أبخر أنواع العسل على مستوى العالم، ونتحدث عن حوالي 100,000 يعني خلية من خلايا النحل موزعة على مناطق السلطنة المختلفة. المهرجان في نسخته السادسة شهد مشاركة زهاء 59 نحالا من مختلف ولايات محافظات السلطنة، عرض خلاله مختلف أصناف العسل العماني، بالإضافة إلى العسل العماني المحلي النحل البري الصغير، الذي يعتبر من أندر وأجود العسل في العالم لأهميته الغذائية والطبية. عندي أنواع من العسل، عسل السمر وعسل السدر وعسل السرح وعسل الشوع، عدة أنواع تقريبا. فنحن الآن على نهاية موسم السدر، كما يقول هذا موسم السدر، عسل السمر الحين نوقف سوق العسل. يعقوب الفارسي 20 عاما في مهنة تربية نحل العسل، استخدم العسل في صناعة الحلوى، كما يأمل أن يبدأ في صناعات غذائية أخرى باستخدام المنتج المحلي من العسل. أحاول أطور من هذه المهنة، أحاول أسأل، لأن صناعة الحين الحلوى العمانية بالعسل العماني، وإن شاء الله تعالى في الأمل وفي المستقبل بإذن الله بأن نسوي الحلويات بالعسل العماني بإذن الله بدل السكريات، لأنه يكون طبيعي وصحي 100%. المهرجان عرض فيه قرابة 18 طنا من العسل، في إشارة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المهرجان الذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري. تشرفنا بزيارة المعرض الجميل هذا اليوم، وتعرفنا فيه على أصناف العسل العماني والمنتجات العمانية من مشتقات العسل هذا اللي تنتج، والأدوات المستخدمة في المناحل العمانية. الشاب عمر قدم مع أبيه مشاركا في المعرض من خلال تسويق الأدوات التي يستخدمها النحالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أقوم ببيع الأدوات ومستلزمات النحال والنحل والتي تفيد كل ما في هذا المجال. مهرجان العسل العماني في نسخه الخمس الماضية حظي باهتمام كبير من وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال دعم هذا القطاع الحيوي لرفد الاقتصاد المحلي ومساهمته في تعزيز الأمن الغذائي. أحمد بن راشد الهنائي، محافظة مسقط. على مدى يومين متتاليين يفتتح معرض الصناعات الخزفية والفخارية في محافظة البريمي أبوابه للزوار من أجل تعريفهم بأبرز منتجات الحرفيين الذين قدموا من مختلف محافظات السلطنة لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم. في هذه الزاوية تتجلى صناعات فخارية وخزفية شكلتها أنامل عمانية جاءت من عدد من محافظات السلطنة لتشارك في هذا المعرض بعد اجتيازها لدورات تدريبية نظمتها الهيئة العامة للصناعات الحرفية. الهدف حقيقة هو تشجيع حرفة الفخار في محافظة البريمي، بما أن حرفة الفخار في البريمي يعني عدد الحرفيين قليل بالنسبة لو قارناها بالمحافظات الأخرى مثل الداخلية والشرقية والباطنة. فالملتقى هو يجمع الحرفيين اللي موجودين حتى في شمال الباطنة
واللي موجودين في الداخلية فرصة أنهم يعني يأخذوا الأفكار من الجماعة الحرفيين اللي هم ماهرين في الحرفة ويتشجعوا على أنهم يمارسوا حرفة الفخار. التميز كان مصاحبا لهذه المنتجات، فهنا يوسف الجهوري يلفت الحضور بهذه التحف التي جسد فيها بعض رموز التراث العماني، وعلى مقربة منه جاءت منال المسكري حاملة معها جملة من المعروضات المتميزة. مشروع شيكرافتس هو عبارة عن يعني حرف يدوية وفنون يدوية، التركيز فيه أكثر على فن الديكوباج، هو اللي أكثر يعني الشيء البارز أكثر في هذا المشروع. طبعا ديكوباج على يعني عندك على الفخاريات وعلى الخشب وعلى الشموع، يعني على عدة أسطح عدة خامات يعني. المعرض كان فرصة سانحة لهؤلاء الحرفيين للالتقاء ببعضهم، يتبادلون الخبرات ويؤكدون علو كعبهم في هذه الصناعات التي أوجدها الآباء والأجداد، ليأتي الأبناء بعدهم مواصلين السير على نهجهم. أنا دخلت دورة مع دارة الحرفيين مع النسيج، فأنا اليوم الحمد لله يعني هذا وهذا يعني مشيت أموري، وأتمنى يعني من الهيئة وذا إنها تروقني وتساعدني عن هذا. هو مثلا أنا أحب أشارك في المعارض وذا، والحمد لله يعني مشينا أمورنا. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي بين أفراد المجتمع من أبرز أهداف فعاليات الأسبوع الاجتماعي في مختلف محافظات السلطنة. في التقرير التالي نتابع جانبا من هذه الفعاليات في محافظة الظاهرة. وسط مشاركة فاعلة من أبناء ولايات محافظة الظاهرة، تتواصل فعاليات الأسبوع الاجتماعي الذي تنظمه المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة للعام الثالث على التوالي. الحقيقة يشتمل على عدة فعاليات، منها معسكر عمل للشباب يشارك في أكثر من 200 شاب وفتاة، وهم يمثلون قطاعات تعليمية مختلفة، جامعية وكليات ومعاهد ودبلوم. طبعا بلا شك أن هذه المعسكرات هذه هي ثمرة جهود المجتمع بشكل عام. هذا المعسكر هو اللي يعطينا روح التعاون، يعطينا روح التفاؤل في الأجيال القادمة. احنا أهالينا بنونا على هذا المبدأ، وبالتالي ننقل هذا الإرث إلى أجيالنا القادمة إن شاء الله تعالى، من ناحية التعاون من ناحية التكاتف. يزيد اليحيائي إلى جانب أقرانه الأطفال وبقية الشباب من أبناء ولاية ضنك، حرصوا على المشاركة في معسكر العمل الميداني ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي، حيث عملوا على مدار 3 أيام متتالية في أعمال الصيانة والنظافة العامة وإزالة المخلفات وأشجار الغاف البحري. قصصنا الأشجار ولقطنا المخلفات ودعينا المساحة نظيفة. فمن رأى هذا المكان قبل وبعد المعسكر يحس بأهمية العمل التطوعي الذي في النهاية هو خدمة للمجتمع بدون مقابل. فلا شك هذه رسالة ميدانية واقعية لأهمية العمل التطوعي. كما تضمن الأسبوع تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والزيارات الميدانية والجلسات الحوارية، تهدف إلى حث وتشجيع الشباب على العمل الاجتماعي والتطوعي وتوظيف طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة. بكل همة ونشاط يواصل هؤلاء الشباب المشاركة في معسكر العمل ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي بولايات محافظة الظاهرة. خليفة بن محمد الشماخي، ولاية ضنك. وإلى موسم الخريف في محافظة ظفار، حيث بلغ عدد زوار خريف صلالة حتى نهاية الأسبوع الجاري أكثر من 255 ألف زائر، مقارنة ب 186,479 زائرا لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 36.8%. وشكل العمانيون ما نسبته 68.5%، فيما بلغت نسبة الإماراتيين 10% و5.6% لبقيات مواطني دول مجلس التعاون.
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر القادم اليوم 39 دولارا و83 سنتا. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ دولارا أمريكيا 1.07 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 40 دولارا و90 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أغسطس المقبل بلغ 46 دولارا أمريكيا و60 سنتا للبرميل، مرتفعا بذلك دولارين أمريكيين و27 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الجاري. نخبة من الطلبة المجيدين في المدارس الحكومية تم اختيارهم لبرنامج المستكشف الناشئ بجامعة السلطان قابوس بهدف تنمية مهاراتهم في مادة الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. نتابع. جامعة السلطان قابوس احتضنت في جنباتها 116 من المجيدين في المدارس الحكومية من مختلف ولايات السلطنة، تم اختيارهم بعد تفوقهم في بعض المواد الدراسية ليكونوا ضمن برنامج المستكشف الناشئ. برنامج وطني يهدف إلى تأهيل طلبة المستقبل، طلبة عمان، وتأهيلهم في 3 معارف أكاديمية وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات. على سبيل المثال احنا اتفقنا انه بكون احنا عندنا اكثر من الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والقرية الهندسية، بالإضافة إلى البرامج الرياضية، هيئت لتتلائم مع المرحلة القادمة في نظرة تؤكد على أن الشباب العماني طاقات لا تنضب من العطاء. برنامج المبرمج الناشئ من تنفيذ القرية الهندسية يعتبر كمدخل للهندسة، يعلمنا كيفية استخدام لوح الأردوينو وبرمجته في استخدام مجسات الاستشعار الدقيقة. هناك استفادة كبيرة من هذه البرامج، مثلا في الفنون التشكيلية صارت هناك في رغبة لهذا المجال، وكذلك في التربية الرياضية هناك عدة مهارات اكتسبناها منها اللياقة البدنية. الاستفادة اللي استفدناها من مادة الاي تي طبعا كبيرة جدا، تفيدنا في حياتنا سواء اليومية او سواء حياتنا الدراسية، وايضا اللي هي مهارات اللغة الانجليزية فيها استفادة كبيرة نفس الشيء، اللي هي تطور لغتنا ومهارات السبيكينج والرايتنج معنا. هؤلاء النشأ سينطلقون من هنا من خلال هذا المشروع الوطني الذي يؤكد حرص الحكومة على تنمية الموارد البشرية في هذا الوطن في برنامج أكاديمي أعد وفق أحدث الوسائل التعليمية التي تكسب الطالب العديد من المهارات. يعد برنامج المستكشف الناشئ بيئة علمية تكسب الطلبة المهارات الأساسية لمرحلة ما بعد المدرسة. من جامعة السلطان قابوس، محمد بن ناصر الخليلي. في الختام نذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة. وزارة الصحة تسجل 48 إصابة بمرض الحمى الملطية بالسلطنة، وجهود حكومية مشتركة حول التقصي الوبائي للمرض. أكثر من 42 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الرسوم العقارية في السلطنة بنهاية النصف الأول من العام الحالي. تأكيدا لأهميته الإقليمية، ميناء صلالة يستقبل أكبر سفينة حاوية في العالم. انتهت النشرة، لكم تحيات فريق العمل هنا في مركز الأخبار، شكرا لكم، إلى اللقاء.